من لم يجد الهدي فصام 3 أيام في الحج، ثم إذا لما رجع توفر معه ما يهدي به، هل يكمل صيامه؟ يكمل صيامه وليس عليه هدي، لأن العبرة بحالته، لأن العبرة بحالته وقت الحج، العبرة بحالته وقت الحج، وقد صام 3 فيكمل 7 ولو وجد في بلده دراهم ونقود. نعم.